مره ثانيه برحب بيك زميلي محمد سباع وبنجوم التعليق الكرام الكبار داخل الاستوديو وكل مشاهدي ومحبي دي ام سي في كل مكان. الكابتن عماد النحاس المدير الفني الكفؤ لفريق الرجاء. كابتن عماد، اعتقد ان فريق الرجاء بيقدم مباريات مع الكابتن عماد ولا احلى ولا اجمل ولا اروع، لكن اعتقد ان في غياب للتوفيق والحظ مع الكابتن عماد النحاس. انا بشكرك يا ابو حميد، طبعا برحب بكابتن سباع وكباتن الاستوديو. الامور صعبه عندنا، يعني امور صعبه جدا يعني، لكن انت بتحاول بتشتغل وبتجتهد. التوفيق وعدم التوفيق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. الماتش اللي فات ماتش طنطا كنا قريبين للمكسب ولكن للاسف خسرنا. النهارده برده كان بالنسبه لنا مكسب، محتاج مكسب معنوي يرفع من روح اللعيبه شويه، لكن ممكن شويه غيابات. النهارده نصر رمضان في نص الملعب مع مؤمن ابراهيم في نص الملعب مأثر علينا شويه. زاد القماشه نفسها، يعني الناس اكيد كان نفسها شوف فرقه الرجاء في افضل من كده، افضل حالا يعني. احنا ممكن نكون بنتحسن لكن النتائج السلبيه بتضعف اي حد، فاحنا محتاجين مكسب معنوي يرفع من روح اللعيبه شويه. الماتشات كلها صعبه. للاسف ان احنا بحس ان احنا مستنيين جون يخش فينا عشان نبدا نشتغل. على الرغم ان في امور كتير الحمد لله اتحسنت في المباريات، التنظيم بتاعنا اتحسن بدنيا الحمد لله اتحسننا، ولكن انت محتاج لحاجه تبني عليها في الفتره اللي جايه، يعني محتاج مكسب معنوي يرفع من روح اللعيبه. احنا اتكلمنا بعد تعادل ماتش المصري ان ده ممكن تعادل ان احنا نبني عليه بعد كده، لكن للاسف رجعنا تاني للخساره يعني. بس انا بقول لك يعني دي القماشه اللي موجوده ودي اللعيبه اللي موجوده، التوليفه نفسها اللي اتعملت هي شويه اللي مصعبه الامور، يعني عدم جاهزيه اللعيبه بشكل افضل، غياب اللعيبه عن اللعب السنين اللي فاتت دي برضو تعب اللعيبه اكتر، التوليفه ما بين لعيبه الدوري الممتاز والدرجه الاولى بقى الموضوع يعني عليا صعب، لكن الحمد لله انا بشتغل وبجتهد. وبرضو في نفس الوقت بشكر اللعيبه لان هو ده يعني ده ممكن اقصى حاجه، انا عارف ان عندهم افضل من كده، لكن اللعيب بيدوس على نفسه ويطلع اكتر حاجه عنده يعني. يعني في ناس في الملعب في الماتشات اللي فاتت بيطلع اقصى حاجه عنده، لكن مش كل اللعيب. برضو اعذار يعني، واحد ما كانش بيلعب من سنتين النهارده بيلعب، بتدخل لعيب بتغير في طريقه اللعب، بيجيب لعيبه من نص الملعب زي هشام فتح الله من طرف الملعب تلعبه جوه الملعب، برضو مغربي ما عندكش البدايل برضه الكوف اللي تساعدك، فالامور كلها صعبه يعني. الامور صعبه ولكن تعرف برضه ماتشات الكاس، لو انا اتكلم على ماتش النهارده مبروك للاسيوطي طبعا المكسب. ماتشات الكاس معروف مين اللي هيوصل للنهائي المراحل اللي هي الاخيره ومين ياخد كمان الكاس، ولكن انت كان نفسنا في مكسب معنوي، ده اللي انا اقدر اقول لك يا ابو حميد، كان نفسنا النهارده في مكسب معنوي يرفع من روح اللعيبه اكتر عشان ماتشات الدوري. انت عندك سموحه وعندك دجله عندك اسماعيلي ماتشات صعبه يعني، فربنا يعيننا. يعني تفاوت الاداء بين الشوطين، يعني الشوط الاول فريق الرجاء كان ظهر متماسك، لكن الشوط الثاني عقب لحد الهدف فريق الرجاء اعتقد انه كان مهزوز شويه، بعد الهدف بدا التحول وتدخلات الكابتن عماد النحاس تغير في الاداء والشوط. انا بقول لك احنا للاسف يعني حتى في الماتش اللي فات للدقيقه 75 وماتش انبي هنا برضه لغايه الدقيقه 75 على حسب الجون بحس ان اللعيبه، وده اللي بنتكلم فيه على طول، يعني انت مستني لما الجون يجي فينا عشان تشتغل، ده امر صعب في الكوره، لكن احنا اللي عايزين احنا نروح نبتدي بالمبادره ان احنا نجيب اهداف الاول عشان نقدر نكسب يعني. فطبعا الامور صعبه يعني، الامور صعبه ودي امكانيات اللعيبه اللي موجوده بكل امانه يعني، مش تقليلا من حد ولا دي القماشه اللي موجوده اللي بتحاول تشتغل عليها يعني. فالواحد بيجتهد على قد ما بيقدر وبيسيب التوفيق وعدم التوفيق ده ربنا سبحانه وتعالى. يعني كابتن عماد النحاس من افضل مدافعين في تاريخ الكره المصريه، لكن كابتن عماد مع فريق الرجاء شايف ان كل او معظم الماتشات بيسجل الاهداف في فريق الرجاء. والله اهداف مختلفه يعني، الاخطاء مختلفه يعني، ما عندناش مثلا خطا وبنشتغل عليه يطلع لك مثلا مشكله ثانيه. النهارده كان مشكلتنا واضح النهارده في الملعب لنص الملعب اكتر، الغيابات اللي في نص الملعب، نصر رمضان الراجل بيلعب على الدايره ومؤمن ابراهيم من الناس اللي بيعمل مجهود كبير جدا في الملعب وبيديك كمان البدايل اللي بره. النهارده لما بتلعب بالبدايل اللي عندك برده الامور بتبقى صعبه، وبتجيب حد من بره خالص يشارك برده الامور بالنسبه لك صعبه يعني. فانا بشوف النهارده الاسيوطي كان متفوق في نص الملعب افضل مننا على 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 مدار الشوطين، يمكن هو كمان اجهز، حالته النفسيه افضل، كسبان الماتش اللي فات الانتاج 3-1، حالته في الدوري افضل، الراجل عنده 9 بونت، عنده استقرار افضل من اول السنه من اول ما بدا، وده طبيعه كل الانديه يعني. احنا اللي عندنا مشاكل وان انت تبتدي تغير جهاز كل هجوم يعني، اعتقد ان كنتوا ما سجلتوش غير هدف واحد، هدف واحد وبونت واحد، ما انا ده انا شيء انا بعترف بيه يعني. انت مسجل هدف واحد وكمان في مرمى النادي الاهلي ومش عارف تجيب اهداف في الانديه الثانيه. فانا بقول لك للاسف يعني، حتى احمد سعيد اوكا من بعد جون الاهلي ومباراه المصري عمل معانا شوط و10 دقايق وبعدين مصاب لسه ما رجعش، فالامور برده يعني
بنحاول نشتغل ابو حميد ربنا يعين. عماد يعني لامس فيك كده حاله الياس يعني لا يعني والله لا مش شايف لا 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 ابدا لا 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 انا طول ما انا الحمد لله رب العالمين يعني راضي على الواحد بيتعب وبيشتغل مش هيأس ابدا يعني لا لان انت النهارده شفت الفرقه قبل وبعد انا بالعكس انا عايزها افضل يعني انا حاسس يعني كابتن عماد نحاس مستني انتقالات يناير طبعا اكيد انت محتاج تدعيم في كل الصفوف يعني لكن محتاج تدعيمات تقدر تحسن من شكل الفرقه تحسن من شكل الاداء تعوضك الغيابات اللي هي مش غيابات لعيبه لا الغيابات اللي هي في الجزء الامامي الغيابات اللي موجوده مثلا في الجزء الخلفي تكون اضافه تقدر تشيلك وده اللي كان المفروض وانت بتعمل فرقه مش هقول ان انت غصب عنك انت كان عندك رؤيه في اللعيبه اللي موجوده فنيا ان انت تجمع فرقه تقدر تقعد في الدوري ان يحصل عكس اللي انت بتفكر فيه ده في الكوره وارد ان انت تجيب لعيب كان بيلعب واسم كبير وبعدين يحصل اي مشكله اثناء الدوري او بعد فتره الاعداد انا بشوف ان ده وارد يعني حتى تغيير الجهاز بعد ما شاء الجهاز الكابتن خالد اللي ماشي وجود عماد مهما كان الشكل بيتغير لكن الهدف نفسه بيروح منك مباراه ورا مباراه ورا مباراه للاسف يعني فانا بقول لك يناير كل الانديه بتستنى يناير فاحنا من اول الانديه اللي بنستنين يناير يعني بشكرك يا كابتن بشكرك ان شاء الله بشكرك يا محمد الزميل محمد سباع ده كان لقائنا مع الكابتن عماد النحاس المدير الفني لفريق الرجاء عوده متى التحليل والزميل محمد السباعي.